مرحبا وياكم احمد من قناه البستان العربي. طبعا اليوم عندنا تين ناضج. السنه الماضيه سويت فيديو عن هذا الصنف بس كان متاخر. هذا اسمه CLBC، يعني مختصر للاسم كولونيل ليتمان بلاك كروس. تين جدا حلو الأصناف، يعني المرغوبة عندي بالمناطق الرطبة. كنت أحاول أتركها أكثر حتى أجمع شكر أكثر على الشجرة. جدا ناضجة مدى يطلع عصارة شجرة التين. طبعا هذا شكل الأوراق، يكون بها خمس أصابع. ناخذها نوزنها ونقصها نشوف شكلها. طبعا هذا التين وجدوه محليا بامريكا بفلوريدا، شخص لقى شجرة وبعدين انطاها الشخص اسمه ليتمان. فبعدين ليتمان انكبرت عنده الشجرة وبدأ تطلع هذا التين. يعرف أصناف التين كثيرة موجودة عندنا، قارنها وما لقى إلها شبيه فسماها بلاك كروس. وبعدين من توزعت بالأسواق الجامعي التين صاروا يسموها ليتمانز، يعني الشخص نفسه يحطون اسمه ويقولون عليه ليتمانز بلاك كروس. نوزنها ونشوف وزنها. وزنها 20 غرام. قشرتها بدأت تصير قاسية حتى تحفظ العصارة اللي بداخلها، يعني العسل الرحيق، يعني تصير مثل الجلدية. فما أقدر أعصرها، بس أعصرها يعني مثل المربى تبي تطلع من العين. فصبركم وياي شوية، راح أقصها وأرجع لكم. سبحان الله تين جميل جدا غامق، يعني اللب جدا غامق. أشوف بدور نذوقه ونقول لكم طعمه. تين جدا طيب، حتى القشرة لحالها حلوة، يعني حتى هذه القشرة حلوة. وبيطعم عنب مجفف، يعني كشمش أو زبيب. تين طيب. إذا حبيت تشوف فيديوهات أكثر اشترك بالقناة، وإذا حبيت تتواصل معايا ورابط الانستغرام صندوق الوصف أسفل الفيديو، تقدر تتواصل معايا عن طريق الانستغرام والقناة. شكرا جزيلا.